بحييكم مشاهدينا مع الحل عنا عبر الام تي في. ما بعرف من وين بدي بلش، ولكن قد ما نحكي مثل كأنه الناس بمكان والمسؤولين بمكان آخر. ما بدي سمي حوار الطرشين لأنه ما في حوار، في واقع أليم، وهذا الواقع أكيد ما حدا راضي عنه. ما بعرف إذا الفئة السياسية هي راضي عنه، ما بعرف، بستغرب أنه توصل الأمور إلى هذا الحد وما في أي مبادرة هيك بتطمن الناس أو بتخليهم يحسوا أنه ممكن يصير شيء يلاقوا حل لهالمشكلة. يعني إن شاء الله يكون أنه إن شاء الله يكون عم بيصير في شيء وإحنا مش عارفينه، يكون لخير هالبلد ويعرفوا يلقطوا الوقت قبل ما طبعاً تتفاقم الأمور أكثر. وإذا تفاقمت الأمور أكثر ما بعرف مين بيهدي، كيف بيستمروا الناس، وبالتالي شغلة كتير صعبة. مثل الواحد قاعد ناطر كل تكة قدي صار الدولار وقدي صار وقدي طلع ومنسكر، لا بدي بدنا نبيع. هيدا موضوع طبعاً مرفوض، الناس ما قادرة، بقى كلكم بتعرفوا، لأنه مش بس موضوع المواد الغذائية، في كتير مستلزمات نحن بحاجة لها، واليوم طلب على الدولار صار أكتر ودولار ما فيه، وبالتالي مثلا على سبيل المثال في مستلزمات ما بتنشرها إلا بالفريش ماني. ما بقى حدا يقبل لما وصل هالدولار إلى ما وصل إليه، أكيد ما بقى حدا يقبل يقبض باللبناني، صار بدهم تأمني لهم دولار. ومنين بدنا ياخدوا دولار؟ على سبيل المثال موضوع مولدات الكهرباء، عرفتوا اليوم إنه بدهم فلترات، ما حدا ببيعهم فلترات باللبناني، بدهم يأمنوا لهم بالدولار. فيا دولة لبنانية إذا بدك كهرباء، لنشوف هلأ مجلس نيابي شو رح يعمل موضوع الكهرباء، وإذا بدك البديل المولدات بدك تعملي شيء حتقدروا هالمولدات يكون عندهم صيانة، وإذا بدهم يشتروا أي مستلزم تيضم الموتور ماشي ما يكون بالفريش ماني، أو أمني له الفريش ماني. بكل بساطة معلومة. بمعلومتنا لليوم، مؤسسة بيروت وجبل لبنان أعلنت بميان نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية. أولا الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2020 وما قبله بنسبة 85% لغاية 31 كانون الأول 2021. اثنين، تقسيط البدلات المتأخرة على الأعوام السابقة للعام 2021 لفترة أقصاها قانون الأول 2023. ثلاثة، تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها رسم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها قانون الأول 2023. أربعة، تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية طبعا الموصولة بشبكات المياه بما نسبته 60% لاشتراكات المياه بالعيار و 78% لاشتراكات المياه بالعداد. خمسة، تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90%. كما أعلنت المؤسسة أنه تحسساً منها لظروف الاقتصادية يلي عم بتمر فيها البلاد عن إمكان تقسيط بدل اشتراك المياه للعام 2021 كالتالي. أولاً على أربع دفعات، الدفعة الأولى قبل 31 أدار 2021، الدفعة الثانية قبل 31 أيار 2021، الدفعة الثالثة قبل 31 تموز 2021، أما الدفعة الرابعة فبتكون قبل نهاية العام 2021. اثنين، إن كان على الثلاث دفعات، الأولى قبل 30 نيسان 2021، الثانية قبل 31 تموز 2021، الثالثة قبل نهاية العام 2021، وطبعاً رابعاً إذا كان على دفعتين، أول دفعة بتكون قبل 31 تموز 2021 والثانية قبل نهاية السنة 2021. يعني المؤسسة عطت كل الاحتمالات، دفعة على أربع دفعات أو على ثلاثة أو على دفعتين، حتى يتسنى للمشترك أنه يقدر يدفع. وهون بدي أقول يعني اللي قادر يدفع لازم يدفع، لأنه بالنتيجة في مستلزمات كمان على مؤسسات المي،
يعني مرات بتنقطع المي بيقولوا ما انا قادرين نأمن الموتور الكهرباء او نأمن مازوت له او نأمن صيانه او انكسر استر. يعني اليوم المشترك لما بيكون عم يدفع بيكون عم بيساهم بطريقه او باخرى حتى تستمر عمليه وصول المياه وتوزيعها ووصولها له. متابعه. اتصالاتكم على 04-444-444 باخذ أول اتصال لليوم. ألو؟ 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 تفضلي. بونجور. بونجور. مدام ربيكا. نعم. بدي أسأل، امبارحة حضرتك حطيتي سايت إنه كادويات للأمهات. إيه مزبوط. إذا في مجال ترجعي تحكي لنا إياه، لأنه في كثير كمان هيك جيراني وهيك قالوا لي إذا حضرتك. لقلك شو هو الموضوع؟ هو هن سيدات بالاغتراب لبنانيات عم بيقولوا اذا بيعرفوا لعيد الام حابين انه عاملين مثل حمله لامهات الانتشار انه يساهموا بهدايا قيمتها $100 يبعتوها بواسطه الاو ام تي او الويسترن يونيون لاي ام لبنانيه بيعرفوا اسمها الكامل، توصل تكون هديه لها هي $100. من هيك عم يتنادوا هالسيدات من كل الدول الانتشار اللي موجودين فيها. هن السيدات يلي طلعوا بهالمبادره من زوريخ، هن لبنانيات، من دبي، من باريس، من ميونخ ومن بوسطن. واكيد اذا حدا عم يسمعهم من غير بلدان فيها انتشار كمان الدعوه مفتوحه لكل امهات الانتشار انه يكون عندهم هديه ولو هي بقيمة $100، ولكن بتغني كثير امهات لبنان خصوصا بهالفتره هيدي. هيدا هو الموضوع. اوكي، اهلا وسهلا فيك. كمان باخذ اتصال. الو، اهلا، تفضلي. بونجور. بونجور مدام ربيكا، انت على طول بوصل الصوت من عندك لكل العالم ان شاء الله. تفضلي. هلا كانوا عم بخيرونا انه من السيء للأسوأ، انه الكهرباء وما كهرباء، او ما بدنا كهرباء، ما بدنا شيء منهم، خلينا بلا كهرباء أصدق. بنعرف حالنا انه نحن ما بدنا كهرباء، حيش بقى يربحونا جميله من كيسنا نحن. لقلك شغلة، كلنا عايشين على الشمعة واللمبة، حتى يمكن ما يكون عنا ليل ونهار، الليل من نامه ونهار من وعى فيه. لقلك شغلة، بس بلشوا يخبرونا، بس طلع وزير الطاقة يخبر انه اخر ادار اذا ما انعطت السلفي للكهرباء لا في كهرباء ولا في موتور. هجمت الناس على الشمع، ما عاد في شمعة، ما في شمع، هجمت، قالك رح نقعد على الشمعة. أنا بالنسبة لإلي اليوم أي وزير أو أي مسؤول ما بده يطلع يخبرني شيء، ما بده يطلع يقول لي شو بده يعمل حتى يجيب الكهرباء. يعني نحن المسؤولين اليوم والوزراء الموجودين هن موجودين ليلاقوا حلول لكل الأمور يلي نحن وصلنا عليها أو وصلونا عليها. وإلا معلش بكل بساطة اللي بدنا نستغني عن الكهرباء ونستغني عن المي ونستغني عن كثير من الأمور، كثير منيح نحن مستغنيين ساعتها عنهم ومندبر راسنا. ساعتها بنستغني اولا عنهم ومندبر راسنا. يا في حكومه تصريف اعمال بخدمه هالناس اقله تلاقي، ولانه حلول مع المجلس النيابي اللي له دور كثير كبير، وانا ذكرت انه هو المجلس النيابي يلي له الدور الكبير انه يتابع الوزراء، انه يراقبهم، انه يلاقي حلول، لانه النواب نحن انتخبناهم حتى يحملوا معاناتنا وقضايانا، مش حتى نحن كلنا نقعد نبكي على الأطلال وآخر شيء نوصل لمرحلة هن عايشين مرتاحين والشعب اللبناني مش قادر بقى يكمل لبكرة. هيدا شيء مرفوض، ما رح نستسلم مدام. لا، بدنا كهرباء وبدهم يجيبولنا الكهرباء، مفروض يجيبولنا الكهرباء، مش شغلتنا نحن اطلاقا، مش شغلتنا، هيدي شغلتهم يتحملوا مسؤولياتهم. ايش كل واحد يزت على التاني وتركين هالعالم قاعده بقلق وبخوف ومش عارفه كيف بدها تتصرف. ما عليه، يعني بفتكر اليوم مشكلة كتير كبيرة، ولكن ما في شيء ما له حل إذا في إرادة، إذا في إرادة وإذا فعلا هن مسؤولين ومتحملين مسؤولية يتفضلوا ليقولنا حلول، مش يطلعوا يخبرونا بكرة ما عندكم كهرباء وبعد بكرة ما في محروقات وما رح يكون في مازوت. على العظيم منوقف عربيتنا ومنقعد ببيوتنا، شو منعمل يعني؟ شو منقدر نعمل؟ معلش خلينا نكون جديين، وخلينا نكون كمان نحن صارمين
لأنه نحن بالنتيجة بدنا حلول، ما بدنا ناس تخبرنا أنه بدها تقطع الأمور، لا بدهم يلاقوا لنا حلول. مش قادرين يفلوا، منعرف حالنا ونحن ما في لا حكم ولا حكومة، منعرف حالنا. بياخد اتصال تاني. ألو ألو ألو، بونجور بونجور مسيو، تفضل. مدام ريبيكا؟ نعم. وحياتك، نحن بكفاية اليوم اجوا الفوتير تبع السنترال، فوتير التليفون. صحيح، فوتير. نعم. التليفون. نعم. بقى من بعد الناطرة وصلنا، الدايف بيطلع علينا، دفعنا الفاتورة، لا عندهم ورقة يعطوك إياها تتأكدي أنه عم تدفعي، وحتى صار لنا شهرين ما بيعطونا ورقة. هلأ ني اليوم طلع شغلة جديدة أنه كانوا يبعثونا SMS، هلأ SMS ما فيه، يعني ما في شيء ببرهن يعني انه انت دفعتي، يعني لا فاتوره ولا SMS. لا فاتوره ولا SMS، يعني تاملي انه بتدفعي مصاري وانت وحظك بتجربي، يعني كيف 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 تتاكدي. معك حق، يعني من هيك خصوصا مع الدوله بيقولوا انه اذا بدنا ندفع فاتوره مي ولا فاتوره كهرباء ولا تليفون مفروض نحفظ الفواتير. يعني الفاتوره مش لانه بس انه نحن دفعناها، لانه مرات كثير في ناس بتكون دافعه ومش محتفظه بالفواتير، شوي بترجع بتجيها فواتير، وصارت مع كثير ناس لا راحت اثبتت لي عمي هالفواتير صادره عنكم. ليك هو الموضوع موضوع ورق، يعني ما في ورق، بس الاس ام اس اقله الواحد بيقدر يحفظه. بتمنى انه ليك رح احكي مع وزاره الاتصالات بهذا الموضوع لنشوف شو بيقولوا لنا عند الوزاره، يعني كيف ممكن تنحل. انه بفهم ما في ورق، بس ليش مش اس ام اس؟ يعني خلينا نسأل، وأنا بشكرك تلفنت لأنه كتار أكيد بدهم يعرفوا هذا الموضوع، بدهم يواجهوه بالنتيجة. كمان اتصال. ألو ألو، بونجور. إيه بونجور مدام. بونجور مدام، كيف فيك؟ الحمد لله، تفضلي مدام. قلت قبل شوي رد ندفع الفواتير. إيه، فواتير المي. فواتير المي، لأنه نعم. لازم شركة المي عندها مستلزماتها. نحن صرنا هالسنة كلها ما شفنا المي. ايه حقك، بس ما فيك ما تدفع الفاتورة. احنا كنا مشتري المي هيديك السنة ب30,000. ما حندفع ويقطعوا لها، اصلا ما هي مقطوعة، هي مقطوعة. مدام معك حق، انا معك. نحن عم نشتري ساتير المي، كنا بلشنا. نعم. بس 30,000 هلا صارت ب45,000، يمكن هلا تزيد كمان. انا معك، بس بتتراكم عليك. ساتير مي 10 برميل ما بداينك جمعة. مدام انا معك، يعني بتتراكم علينا. أنا أكثر شيء بعرف قديش الناس عم بتعاني من المي وكيف عم توصل للمي، يمكن أنا أكثر حدا بسمع كل يوم شكاوى مي، بس عم بقولوا لما تعرف المي بتكون موجودة بدك تدفعيها، إذا ما دفعتيها السنة تدفعيها السنة الجاية، مال الدولة ما بيروح مكان، ما بيروح محل، من هيك عم بقول اللي قادر يدفع يدفع، هلا راح عجيبهم فاسدين بالدولة ما ندفع، هيدا موضوع آخر، موضوع آخر. يعني أنا مرة مواطنة صالحة، خليني أقول أنا علي طالب بحقوقي، واجباتي إذا عملتها بدي حقوقي، يعني بتأمن لي المي، مش أنا بدي أقضي 365 يوم عم بشتري ستان وما بعرف شو عم بجيب لي مي. حقكن، ما عم بقول لا، بس بعرف إنه أنا عم بقول هيدي فرصة بالتقسيط المريح يلي عم ينعمل، حتى يلي بده يدفع فاتورة المي عنده هالاحتمالات هيدي. ولما بتصل مرات وبسأل ليه مقطوع المي، بيقولوا لأنه ما قدرنا صلحنا الموتور، لأنه منا قادرة بقى شركة المي إنها تشتري مستلزمات الموتور لأنه صارت بالدولار. وهذا اللي صاير هلأ مع المولدات، وبكرة بيصير مع كتير من الأمور. المشكلة مش هون، المشكلة عملوا معروف أمنوا فريش ماني، يا حسبتوا سعر الدولار على مستوى معين حتى الناس تعرف كيف بدها تشتغل بكل شيء، لأنه صار كله اليوم مدولر للأسف، لأن عودونا على الدولار، لأنه ما آمنوا بالليرة اللبنانية من الأساس. هلأ وصلنا لشيء ما كنا نحن أبداً متمني. بياخد اتصال، فاصل ومنتابع. نتابع الحل عنا عبر الام تي في، وصدر عن مكتب العلاقات العامة في المؤسسة العامة للإسكان، بيقول هالبيان إن المؤسسة العامة للإسكان تبلغ المواطنين من أصحاب القروض السكنية الراغبين بإقفال ملفاتهم ودفع مستحقات مسبقا، وكل من يرغب بمراجعتها أنها ستضطر
إلى إقفال أبوابها ابتداء من صباح الغد الأربعاء 17 أدار الجاري بسبب إصابة عدد من موظفيها بجائحة الكورونا، على أن تستقبل من يرغب بزيارتها وفق مواعيد مسبقة لتجاوز حجم الضغوط التي يتعرض لها موظفوها يوميا. لهذه الغاية طبعا وضعت المؤسسة لهذه الغاية دعت المواطنين إلى اعتماد آلية المواعيد المسبقة للدخول إلى مكاتبها من خلال اتصال الهاتفي بالرقم التالي 01-425-101، عم نحطه على الشاشة لتحديد موعد مسبق لكل طالب خدمة. إن المؤسسة مضطرة للجوء إلى هذا الأسلوب طالما أن موظفيها لم يحظوا بعد باللقاح الذي يحميهم ويوفر الأجواء الفضلة لتحمل مخاطر المراجعات اليومية، وخصوصا أن هناك أكثر من 2500 مقترض تقدموا بطلبات إقفال قروضهم وتسديد المستحقات خلال الشهرين المنصرمين. ملاحظة، طبعا يمكن نيل الموعد على الرقم الهاتفي اللي قلناه 01-425-101 والاتصال بالمقسم المناسب لتحديد أي موعد 101-108 لمصلحة المحاسبة 105-209 للمصلحة الإدارية 212-213-204 لدائرة النفقات 139-127-131 لدائرة الواردات 207-208 للدائرة الإدارية 133-137 ومعاملات مصلحة التعمير 144 تصفية معاملات الصندوق المستقل للإسكان المقسم 225. باخد اتصال. ألو ألو. على كل حال يعني رح نحط على صفحة الحل عنا على الفيسبوك، هيك بيتسنى للكل يعرفوا التفاصيل والأرقام والمقسم. تفضلي مدام. ألو. إيه تفضلي. معك مدام جمانة عجيب. أهلا مدام، تفضلي. تفضلي. مدام جمانة تفضلي. أنا بس مدام ربيكا أول شي هاي، بدي أسألك بس بالنسبة لحليب الأطفال وينه؟ إيه وينه؟ بالمستودعات. حليب الأطفال بس بدي أعرف. عم بقول لك وينه؟ بالمستودعات بكل بساطة. ما حدا يقول لي ما في حليب أطفال بلبنان. هلا بنعرف إنه ارتفع يعني لا حليب لا حفاضات. بعدين القصة من يعني هن مجتمعين ليحلونا مشكلة الكهرباء. هذا إذا حلوها مجتمعين ليسرقوا ليكذبوا ليسرقوا بعض، منو أكثر؟ منو مجتمعين كرمال الشعب ولا هنم الشعب هذا اللبناني؟ هذا اللي عم بقوله. هن لو هنم الشعب اللبناني على القليل بيطلعوا بالأطفال الصغار بس. 100% 100% يعني الواحد من شهر لليوم أكثر، بس بعرف إنه الشهر الماضي العالم قدي برمت للاقي علبة حليب ما كانت تلاقي. أنا بقول لك عم يستوردوا حليب وفي حليب ولكن مرتفع سعره لأنه على الدولار كمان بنعرف، ولكن ليش خايفينه؟ ليش مش موجود؟ طيب الأطفال ما فيها تشرب حليب طبيعي لأنه بخافوا الأهل ما يكون الحليب لو انغلى بخافوا يعطوه للأطفال، وبينعطى الأطفال ما كان حدا بيستورب حليب بودرة ولا كان في حليب مخصص للأطفال لأعمار معينة. بكل بساطة صورة اليوم نشوفها سوا. عين اللبنانيين عم تدمع، عم تدمع على لبنان، لبنان الحضارة، لبنان الإبداع، لبنان الجمال، لبنان الكرم، لبنان يلي دخل بالإنجيل ما بعرف كم مرة ذكر، يلي صدر الحرف، يلي اليوم في بصمة لبنانية بكل دول العالم. ولكن ليش تركين لبنان هيك؟ ليه اللبناني بده يدمع؟ ما كفاه دموع؟ واخرها كان اكيد موضوع انفجار مرفق بيروت. هيدي برسم المسؤولين. بعطيكم موعد بكره، الى اللقاء.